اهلا بيكم مشاهدينا في اولى حلقات ايه من الجمال. النهارده معانا دكتور من امهر واكبر الدكاتره اللي موجودين في عالم طب التجميل، واكيد كل واحد وواحده بيتفرجوا علينا دلوقتي عايزين يسالوا الدكتور عن ايه هي الحاجه اللي تخليهم احلى وايه هي الحاجه اللي تخليهم اجمل. هنعرف كل التفاصيل دي من دكتور محمود سيد عبد الحميد، استشاري جراحه التجميل، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحه التجميل، وهو جراح التجميل المصري الوحيد الحاصل على ترخيص دولي للعمل كجراح تجميل في جميع دول العالم. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك دكتور. في أسئلة كتير شائعة بتدور في ذهن الناس كتيرة قوي، عايزين يعرفوا إيه هي الحاجة اللي بتخليهم أحلى وإيه هي الحاجة اللي بتخليهم أجمل. عايزين نعرف تفاصيل كتيرة قوي من حضرتك. طبعا شور، يلا بينا. يلا بينا. سؤال مهم جدا كل يوم بنتسأله، لازم الناس تبقى فاهمة الفرق بين شفط الدهون ونحت القوام. شفط الدهون هي الطريقة أو التكنيك المستخدم من بدايات القرن 19 لغاية النهاردة، هو شفط الدهون. طيب إيه الجديد؟ الجديد كلمة نحت. زمان كنا بنشفط منطقة، في جاية مريضة بتسأل بتقول عايزة منطقة البطن مثلا فيها دهون كتيرة، فإحنا بنعمل شفط بدون أي اعتبارات للشيب أو للشكل. الجديد بقى خلال العشر سنين الأخرانيين إحنا ابتدينا نعمل شكل لشفط الدهون، وعشان كده شفط الدهون بقى اسمه نحت. نحت لأن بنعمل شكل أو شيب، فدلوقتي بقينا بنعمل لازم شيب كامل، بنمسك منطقة كاملة وبننحتها وبنشفط الدهون اللي فيها بشكل يرضي الست أو السيدة. فرق بين النحت بقى والنحت الفوردي، الفوردي إن أنت تبيني تفاصيل وملامح الجسم زي ما اتفقنا إن إحنا منطقة البطن تبقى فلات، منطقة الوسط تصغر، منطقة الظهر تبقى فيها كيرف، يبقى زي أي شيب بنت شكلها او جسمها جميل، ان احنا بنشيل كل منطقه دهون الظهر وبناخد جزء من الدهون بنحطه في بعض المناطق لابراز مفاتن الجسم تماما. من اكتر المناطق اللي احنا بنحط فيها هي منطقه المؤخره، بنحط مش بنزود فوليوم او كحجم لكن بنديها شيب ان هي تاخد الشيب المثالي. فكلمه 4D ان احنا جايه من 3 او 4 ضلوع بنظبطهم مع بعض في نفس العمليه. الفيزر هو احدث تقنية مستخدمة في تفتيت الدهون. احنا خلال العشر سنين الاخرانيين كان في الليزر قبل ظهور الفيزر، وقبليه كان في الشفط التقليدي ان احنا بندخل عن طريق استخدام الديناميكي او الميكانيكي للايد وحركة الايد ان احنا بنسحب الدهون. دلوقتي بقى في الليزر ظهر اخر عشر سنين. الليزر وقف بسبب مضاعفاته وبسبب المشاكل اللي كان بيعملها، ومن اكتر الحاجات الاكتر انتشارا في مشاكل او مضاعفات الليزر كانت الحروق اللي بتحصل في الطبقة الداخلية للجلد. فاستخدموا التقنية الحديثة اللي هي الفيزر أو استخدام الموجات الفوق الصوتية لتدويب الدهون قبل ما ندخل بجهاز الشفط ونشيلها، فهي آمنة تماما والأكثر انتشارا في العالم كله، واللي بتسهل لنا ان احنا نعمل شيب للجسم. المشكلة برضو من المشاكل اللي بتواجهنا يوميا في كل البنات اللي من سن 22 لغاية سن 40 ان هي لما تيجي تتجوز بعد الرضاعة كان عكس اللي كان بيحصل زمان. كنت تلاقي الست دايما في مقولة مشهورة تقول الست بعد الرضاعة الثدي بتاعها بيبقى اجمل وبيبقى مليان اكتر. دلوقتي حاصل خلال اخر 15 سنة ان احنا بنلاقي ان الست بقى او البنت بعد ما بتبتدي تخلف او الخلفة وتبتدي ترضع بيظهر مشكلة ان الثدي بيحصل له ضمور تماما. الضمور ده بيعكس او حالة سلبية للبنت او للسيدة اللي لسه متجوزة، وبيحصل ان الثدي بعد ما تنتهي في مرحلة الرضاعة سواء كانت شهر او لغاية سنتين بيحصل ضمور لكل الانسجة والدهون اللي فيها ويبقى الصدر كأنه كيس فاضي. فدي من اكتر الحاجات اللي واجهناها واحنا عاملين ابحاث دلوقتي عشان نعرف ايه السبب، ان المفروض المقاييس المعترف عليها ومكتوب في الكتب والابحاث العالمية ان بعد الرضاعة الثدي بيكبر نسبيا وبيبقى مليان، بيبقى شكله مفروض جذاب اكتر. لا، الحاصل الحقيقة العكس،
ان بيحصل ضمور في الانسجه بتاعه الثدي، وغالبا ليه علاقه بالعادات الغذائيه اللي انتشرت في العالم والجانك فود حاليا، فكلها دي موجود فيها هرمونات. الهرمونات دي بتاثر بالسلب على بعض الانسجه في الثدي، وخصوصا توزيعه الدهون في الجسم كله بالاخص منطقه الثدي. مرسي يا دكتور على كل المعلومات القيمه اللي انت اديتها لنا النهارده. أنا اللي بشكركم، أنتوا اديتونا الفرصة نقدر نعرف الناس ونثقف الناس عن جراحات التجميل والجديد في جراحات التجميل، بشكركم مرة ثانية. وأكيد كل الجمهور استفادت من كل المعلومات اللي خدناها النهاردة، وإن شاء الله تابعونا في حلقة جديدة، وما تنسوش تدوسوا سبسكرايب آية من الجمال.